قاد المهاجم السوري عبد الرحمن عكاري فريق طرابلس لتحقيق فوز متأخر وغالي على الشباب الغزية بهدفين لهدف بمباراة حماسية حسمها النادي الشمالي بالدقائق الأخيرة. طرابلس افتتح التسجيل سريعا بعد مرور دقيقتين عبر لاعبه سعد يوسف يلي استثمر كرة مرتدة من الحارس خضر يوسف، من بعدها حاول الفريق يعزز النتيجة إلا أنه اصطدم بتألق حارس الغزية. بالمقابل حاول عماد غدار وزملائه تسجيل التعادل لكن عبده طافح بالمرصاد. عبد الله طالب نفذ ركلة حرة شكلت خطر على خضر يوسف يلي أبعدها عن مرماه، ومن جديد عماد غدار بضيع فرصة سهلة جدا بطريقة غريبة لما انفردوا لعب الكرة خارج الملعب. بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول ازدادت الخطورة الجنوبية بقابلها تألق متواصل للحارس عبده طافح يلي فرض نفسه نجم لهيدا الشوط من دون أي منازع. بداية الشوط الثاني كانت مشابهة تماما لانطلاق الشوط الأول، وهالمرة دور عماد غدار ليحرز هدف التعادل بالدقيقة 51. طرابلس بيعرف تماما أنه تلقي أي هدف بيعني دخوله بمعمعة الهبوط لدور المظاليم، فدارك الأمور سريعا وعاد للهجوم بالاعتماد على التسديدات من الخارج يلي كان دايما الحارس خضر يوسف بطريقة. بدورة شكلت الهجمات المرتدة للغازية خطورة على مرمى عبده طافح يلي تألق من جديد. سوء الحظ رافق طرابلس حتى الدقيقة 89 لما نجح السوري العكاري بخطف نقاط المباراة بعد مجهود فردي. الغازية اقترب من الدرجة الثانية إلا إذا حصلت معجزة وفاز بجميع مبارياته المتبقية مقابل خسارة الاجتماعي، مع العلم أنه الفريقين بيتقابلوا بالمرحلة 21.